تخصصات طبية جديدة تعززت بها المؤسسة الاستشفائية ببير العتب، ما وفر على المواطن عناء التنقل إلى ولايات مجاورة من أجل الفحوصات. الحمد لله كاين جميع التخصصات، كنا ننتقلوا الى الولايات المجاوره. الحمد لله درك مستشفى بير العاتر وفي تحسن، وصلنا الوقت تو ما عدناش نديبلاسو، ما عدناش نتعبوا، نروحوا العنيبة، نروحوا قسنطينه، نروحوا الخارج حتى الوطن، خلاص عندنا الطب في المستوى وجميع الاختصاصات. تم توفير عده تخصصات اللي تسمح بالتكفل الجيد بالمرضى على يعني السكان الحدوديه بصفه عامه، والسكان بير العاتر اللي يعني العدد سكان تاعو يتجاوز 125 ألف نسمة. السمنة العقوقية والاستسقاء الدماغي مرضان عانت منهما البرعومة رنيم ذات 18 يوما، وبسواعد جزائرية أجريت العملية بهذا المشفى وكللت بالنجاح. أنا كنت مكذب باللي العملية هذه تنجح وديروها في مستشفى بير العاتر وبارك الله فيهم، عطينا الموافقة للتكفل بها وقت ما يجرى العملية. العملية تين في أن واحد وراهي بصحة جيدة والحمد لله. أنا كي جيت هنا هذا كان تحدي، فتحنا التخصص هذا جديد لأنه قريبا البلاتو تكنيك، الجانب التقني ما كانش مؤهل تماما لاستقبال وإجراء مثل هذا النوع من العمليات جراحة المخ والأعصاب بصفة عامة. رفعنا التحدي ووفرنا واش نقدروا نوفروا، وما زلنا نكافحوا وقادرين إن شاء الله نتكفلوا بجميع مرضى جراحة الأعصاب والمخ تاع ولاية بسا. ويستقبل مستشفى تيجاني هدام ما يفوق 2500 حالة استعجالية أسبوعيا، إحصائية تعكس جهود الدولة الجزائرية في التكفل بساكنة المناطق الحدودية.